في أي موقف فرحانين بنقول الحمد لله، زعلانين بنقول الحمد لله. ليه؟ كان دايما والدي رحمة الله عليه يحكي لي قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وكان بيقف عند الحتة بتاعت الجدار اللي بناه سيدنا الخضر عليه السلام، وكان يستطيع أن يأخذ عليه أجر. فالحوار اللي دار ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر انتهى إلى أنه هذا الجدار كان تحته كنز. هذا الكنز عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوح من الذهب مكتوب عليه ايه؟ عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله